قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان التربية الدينية المسيحية بين المنهاج والمنهجية، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف مسؤول لجنة التحضير لمنهاج التربية المسيحية لدى المدارس الحكومية الأب الدكتور إبراهيم دبور، وكذلك السيدة عبير السلمان مديرة مدرسة الروم الكاثوليك في الفحيص التي أثرت الحلقة بخبرتها التربوية الطويلة. فإلى هناك. صباحك نور أبونا، اليوم موضوع المنهاج والمنهجية في مدارسنا الحكومية ومنهاج التربية المسيحية، وأنت رئيس اللجنة اللي بتحضر وبتشرف على هذا المنهاج مع باقي الكهنة المسؤولين عن هذه من الكنائسهم المختلفة، فتخبرنا أين يعني وصلنا في هذا المنهاج. صلكم تقريبا سنة. صباح الخير. صباح النور. وانت بخير. وانت بخير يا أبونا. شكرا لك. الله انت كمان بخير والأمهات كلهم بخير. الله يسعدك يا رب. شكرا يا أبونا. شكرا. حبينا بالنسبة للمناهج المسيحية. نعم. المضبوط اشتغلنا على منهاج التوجيه والحادي عشر. نعم. والمنهاج التوجيهي الآن جاهز وانعملت لجنة من كافة الكنائس ودرسوا كافة كمان ودينا للمطارنة وراجعوا وأعطوا ملاحظاتهم وعودنا جبنا هاي الملاحظات وأضفناها وعودنا قدمنا لهم إياها وقدموا كمان ملاحظات وكلها كانت ضمن الاتفاق الواحد والمبادئ المشتركة بيننا إحنا كلياتنا المسيحيين ووضعنا في هذه المناهج ما طبعا اول شيء استغلينا احنا المنهاج الفلسطيني وعلى اساسه بنينا المنهاج الاردني ووضعناه في قالب اردني ووضعنا في كافه يعني بعض من الاماكن الاثريه في الاردن زي المغطس ومادبه وهي كلياتها وهدفنا انه نعزز التاريخ والموقع المسيحي والهوية المسيحية في الأردن وإن شاء الله عن قريب رح نقدمه لوزارة التربية والتعليم وأخذ الموافقة ويكون إن شاء الله عن قريب بعد موافقة الوزارة أن يدرس هذا المنهاج في المدارس كافة والطلاب يقدموا التربية الدينية المسيحية كمادة أساسية كما يقدموا إخواننا المسلمين في كمادة أساسية في منهاج التوجيه. الله يخليك مس، ويعني نشوف مجهودكم بالمدرسة وخصوصا قبل أيام كافأتوا وكرمتم أوائل طلاب المدرسة وكان احتفال مميز، وعم بنشوف ملاحظاتك دائما مع الطلاب وخصوصا في ما يخص التربية المسيحية كون مدرستنا تتبع لمطرانية الروم الكاثوليك وفي رسالة أيضا تربية وثم تعليم، وشو بتحدثين عن هالموضوع كيف توجيهاتك لهالطلبة؟ توجيهاتي للطلبة زي ما تفضلت أبونا جورج إنه أولا تربية قبل التعليم، والتربية هي تنشئة من جميع الجوانب روحية نفسية اجتماعية سياسية اقتصادية، لذلك نقول بأن التربية هي مجال واسع جدا لأنه يخوض بكل مجالات الحياة، والتربية رسالة عظيمة جدا طبعا يقوم على يعني هاي عم تلقي على كاهلنا عبء ثقيل لأن التحديات العصرية أصبحت كبيرة وشائكة والعولمة والتكنولوجيا عم تأخذ طلابنا إلى منحى يكاد يكون بعيد إلى حد ما عن الجوانب الروحية العميقة بالحياة. فأنا أقول دائما إذا ملأنا الفراغ الروحي لدى الطلبة لدى الشباب لدى كل فرد بالمجتمع كل مشاكلنا بتنحل إذا الجانب الروحي ملئ بطريقة صحيحة. لذلك أنا دائما توجيهاتي للطلاب حيثما وجد الدين العمق الروحي نجد الحياة التربوية الصحيحة، فهاي طبعا دائما انا التوجيهات اللي انا بحكيها ابونا. جميل جدا جميل.
مس عبير، كيف بتلاقي روحانية الطلاب حاليا يعني خاصة مع الجيل الجديد؟ انت ذكرتي مع التعولمة والتكنولوجيا اختلفت المفاهيم سابقا قديما وحديثا، هل تري انه مناهج التربية والتعليم قادرة انها توصل الناحية الروحية ايضا والانسانية للطالب وتحققها فيه؟ طبعا انا من وجهة نظري المتواضعة إنه المناهج يجب أن تكون نظرتها شمولية أعمق للعقيدة المسيحية. نعم. والنقطة الأهم كمان يعني لا نعمل فقط على المنهاج، أيضا هنالك منهاج خفي هو المعلم. نعم. أو الأب الروحي الذي يقوم بإعطاء حصص الدين اللي محورها العقيدة المسيحية. نعم. فإذا رأينا قدوة تعلمنا بطريقة خفية بما يعرف بالمنهاج الخفي الهيدن كوريكولوم، لأنه حقيقة نحن نقتدي بالآباء. فيعني أنا دائما بقول إنه نعم الكلام المكتوب مهم جدا، ولكن إذا رأيت تطبيق عملي له من قبل أشخاص مؤثرين روحيين آباء روحيين أو معلمين للتربية المسيحية يكون التأثير عميق جدا. أنا يعني السؤال اللي طرحه أبونا إن بالنسبة للطلاب حالياً بنشوف إنه الجوانب الروحية ما بدنا نقول تلاشت، يعني إحنا ما بدنا نحكي بنظرة تشاؤمية، لكن بنظرة واقعية إنه تأثرت الجوانب الروحية، لأنه هذا العصر صراحة يعني أصبح عصر المادة، عصر المصالح على مستوى دول وعلى مستوى أفراد وعلى مستوى علاقات. لذلك إحنا بنقول إنه هاي برضو عم تفرض علينا إنه وعي أكبر عشان نواكب ما تغير بالمجتمعات ونواكب التحديات العصرية، إن يكون منهاجنا دائما شمولي واقعي بفسر الواقع من منظور روحي. لذلك إحنا بنحتاج إلى يعني ناس ضليعين بالكتاب المقدس، ناس يعني أيضا الأصل مش بس ضليعين، كمان يكون إحنا منفتحين على الآخر سواء على مستوى طوائف على مستوى أديان أخرى، لأنه إحنا دائما شعارنا لازم يكون بعقول منفتحة بقلوب منفتحة.